عالم السيارات من كم شهر جربت سيارة الجاكوار اف بيس بالسر على جبال الفجيرة، ووعدناكم انه رح نجربها باوروبا، ونحن اليوم موجودين بالجبل الاسود مونتينيغرو لحتى نجربها. هالاسم اجا من البحارة الايطالية يلي كانوا يسافروا بالبحر الادرياتيكي وكانوا يمرقوا قدام السواحل، بما انه البلد بتيجي عليها عواصف كتير وغيوم، هالغيوم كانت تظلل الجبال وتخليها تبين سودة، كانت تفرجيها انها مرعبة وبنفس الوقت عندها هيبة قوية، ومن هيدا الشيء طلع اسم الجبل الأسود. الجبل الأسود جمهورية كانت بالأصل هي يوغوسلافيا، جمهورية متحدة اشتراكية، وخلال الحرب الأهلية بسنة 1991 اللي بقيت تقريبا لل 99 تقسمت لسبع جمهوريات، ومنها جمهورية الجبل الأسود مونتينيغرو. ابتدت المغامرة مع جاكوار اف بيس على العبارة، حيث كانوا كل السيارات بانتظارنا، وانطلقنا للضفة الثانية، ومن هونيك اخذنا الطرقات الجبلية يلي بتعبر الغابات والوديان. درنا اختبرنا السيارة على عدة طرقات، بما انه الطقس كان ماطر كان لنا اختبار على الطرقات الرطبة، كان في عدة اماكن الشمس طلعت فيها وكانت الارض ناشفة، وكمان تمكننا انه نسوق السيارة على الطرقات الوعرة. بما انه جسم السياره كله مصنوع من الالومنيوم، ابواب السياره مصنوعين من الحديد، وهذا الشيء كله لحتى يعزز من توزيع الوزن بالسياره 50-50. خطوط السياره الجانبيه بيعطوك شعور انها سياره رياضيه وماخوذه 100% من سياره الاف تايب، وهذا الشيء كمان واضح على الاضاءه الخلفيه. اما من الامام بتشوفوا هويه جاكوار واضحه كمان بشكل كبير من خلال الاضاءه والشبك الكبير تبع التهوية. سيارة الجاكوار اف بيس الكروس اوفر سيارة رياضية عملية، وبإمكانها تاخدك لأي مكان انت عايز تروح فيه، طرقات عادية او طرقات غير عادية، وهذا الشيء ما كان بحياته موجود مع سيارات جاكوار. جاكوار اف بيس اول سيارة كروس اوفر من شركة جاكوار بتاريخ الشركة، شكل جديد بالكامل مبنية على البلاتفورم تبع الاكس اي، والشكل تبعها متاخد بشكل كتير كبير من الاف تايب. 80% من جسم السيارة الومنيوم معاد تصنيعه، وزنه 300 كيلو. جنب السيارة قطعة واحدة وزنه 6 كيلوغرام، وهذا الشيء كله لتعزيز قوة وتخفيف وزن السيارة. انسيابية السيارة على الطرقات السريعة وخفة الوزن بيعطوا السيارة أداء مميز، وهذا الشيء كله بيعود للخبرة المكتسبة من سيارة الاف تايب والاكس اي والاكس اف. بنهاية النهار الأول توجهنا على مدينة تيفات حيث الفندق هونيك، وهالفندق هو كناية عن قلعة قديمة بوسط البحر كأنها جزيرة بتعود للقرن الخمستاش. اليوم الثاني
انطلقنا مع سيارات جاكوار الاف بيس لمغامرة جديدة. هيدا الاكتف كي ضد المي، هيدا فيك تستعمله لما تكون انت على البحر او ما بدك تستعمل مفتاح السيارة، بتخلي المفتاح بقلب السيارة وبتقفلها، هيدا بتخليه على ايدك، بتكبس الكبسة هون وبتحطها على حرف الجي تبع الجاكوار، السيارة بتفتح. السيارة فيها أنظمة All Surface Program Control, Low Speed Cruise Control و Low Friction Launch. هدول كلهم بيساعدوا السيارة لحتى تتخطى العوائق. حتى Low Friction Launch يعني عم تعمل Launch Control بس على البطيء، إذا أماكن زلقة زي التلج أو الطين أو حتى الرمل، فممكن تعمل Launch Control عشان تثبت سرعة بطيئة عشان تشيل السيارة. وحتى كمان فيك تستعمل Low Speed Cruise Control اللي هو فيك تثبت سرعة السيارة حتى على السرعات البطيئة. الطريق صارت كتير ضيقة بقلب الغابات، تشوفوا الخضار والشجر. هالقد مارب ايضا. استنى شوي. شو بك؟ نفس العجل. حجرة صغيرة بالأحرى ضربت العجل وبنشرنا فيها. وهلأ من بعد ما غيرنا صرنا جاهزين نرجع ننطلق عن جديد. أما بالنسبة لمحرك السيارة بيجي من 6 اسطوانات 3 لتر مع سوبر تشارج، بيولد 340 حصان، في محرك تاني بيولد 380 حصان، موصول بعلبة غيارات أوتوماتيكية من 8 سرعات، والسيارة تعتبر All Wheel Drive. نظام دفع رباعي ممكن يتغير حسب طبيعة الأرض، حسب طبيعة الطريق، ممكن يكون دفع خلفي بيبقى التقسيم يكون 90-10، 90 خلف 10 للأمام، أو ممكن يكون 50-50، أو حتى ممكن يكون دفع أمامي ينتقل للأمام بنسبة 90% لقدام و10 للخلف. وهذا الشيء كله حسب اختلاف الطرقات. أنظمة السلامة عديدة بالسيارة، ومنها نظام التنبيه للمشاة يلو إذا في حدا شخص عم بيقطع الطريق تعطيك تنبيه، وإذا في حال ما تدخلت سيارة تتدخل تتوقف لوحدها. للداخل كراسي السيارة رياضية ومريحين بنفس الوقت، أماكن للتخزين كتيرة بالسيارة، حتى الشخص اللي بيقعد خلف بضل مرتاح لانه المساحه للارجل والراس تعتبر اكثر من جيده. والسياره مزوده بفتحه بانوراميه. ما شاء الله المطر. خليني اخبركم عن نظام الان كنترول بسياره جاكوار. هذا النظام المتطور من جاكوار ولاند روفر بنفس الوقت، عم يستعملوه الاثنين سوا. شاشه بالوسط باللمس حجمها 10.2 انش، بتستعملها كانها تابلت، توصلها بالموبايل تبعك او حتى بالساعه الذكيه بدك تتحكم فيها منه. وبنفس الوقت فيك تشبك 8 أجهزة لحتى تاخذ واي فاي داخل السيارة. اليوم الصبح شفتوني كيف فتحت السيارة من دون ما استعمل مفتاح السيارة أساسي. هي عبارة عن أكتف كي تلمسه بإيدك مضاد للماء، فيك تروح محل ما بدك من دون ما تخاف إنه السيارة ممكن حدا يجي يفتحها أو يشغلها لأنه المفتاح داخلها. كل اللي عليك تعمله تكبس الفتحة تبع الصندوق من الخلف وتحط هالسوارة على حرف الجي تبع الجاكوار، تفتح وبتغلق السيارة فيها. تعال
تعودنا بالسيارات كلها في مزيل للضباب على الزجاج الخلفي. جاكوار اف بيس زودت الزجاج الامامي بمزيل للضباب كمان، بس كنت بتمنى يكون في لها مزيل للضباب على الزجاج اليسار واليمين الامامي لحتى يساعد السائق بالمطار يقدر يشوف بوضوح. الصبح كان الطقس جيد، هلا رجع المطر ينزل. عم بصوي عم بحكي بيقول لي بتحكي لي عم بتصور. اللي هي نظام الان كنترول الجديد من لاند روفر ومن ضيان الطريق. سخان، شو بيقولوا له ريزيستنس بالعربي؟ هيتر. هيتر. ساعتني كتير بس. عادة السيارات بيكون فيها مزيل للضباب على الزجاج الخلفي. جاكوار اف بيس زودت سيارتها بزجاج امامي حتى ما يفوت مي. فات فيه مي ازاز؟ واو. فيكم تشوفوا خطوط السيارة عن جنب بتخليك تحس انها مأخوذة 100% من سيارة الاف تايب. اف تايب. يلا.